السلام عليكم خاوتي. الحمد لله فتحنا سبيطار جديد وجبنا فيه دكاترة، لكن دكاترة هذا والله غالب يا خاوتي، لقيناهم غير من مملكة البرتوش. جبنا الدكتور جرانا والدكتور حمار، أكبر واحد يخرط في العالم يعني يدير عمليات الخرطي وكذا، ودكتور جرانا المتخصص يعني في معالجة المجاري المائية للمياه الملوثة و يا أخي حالة بعد. المهم السبيطار هذا يعني خدمناه سبيسيال باش نفضحوا يعني البراتيش كل ما يهدروا على الجزائر احنا نفضحوا الاكاذيب تاعهم. مليحه خاوتي بصاحي، بيناتنا الدكتور جرانا يشبه لهذاك، فهمتوني؟ يا والله نقتلكم بالقنطه من الاخر خاوتي. كامل برك خليوا اللايكات تاعكم، هذا ما كان، خليوا اللايكات تاعكم. راكم تشوفوا اخوكم شرف الدين طلع على المستوى مع البراتيش، لانه هما يا خاوتي راهم زادوا ولاو يتكلبوا كثر وكثر على الجزائر، وحنا واش نديروا؟ نطلعوا المستوى باش نفضحوهم. وفي التعليقات كامل افتخروا دائما بالجزائريه تاعكم وشبعوا ضحك عليهم. المهم يا خاوتي نروحوا نتفرجوا فيديو وتشوفوا كيفاش رد عليهم جزائري يعني على واحد الفيديو تاع الدكتور هذاك الكذاب تاعهم اللي يخرط بزاف، نشوفوه ونعلقوا عليه حتى حنا يا خاوتي. هيا نبداو، هيا اهدر اهدر تشوف. تبع الدكاتره، الدكاتره تاع مرو قال لي جات واحد كاع هادو قاع دكاتره. الثاني فيهم دكتور في استراتيجيه للمجاري المائيه والمراحل. هذا عندك الحق خويا، قال لك الثاني فيهم يعني دكتور في المراحيض. راكم تشوفوا هاربين. الثاني فيهم التقارير كتقول كبير انه الجزائر احنا واحد القرن، باش نكونوا واضحين دابا صافي، ما بقاش يمكن لهم انهم يوصلوا للمغرب دابا الان. خلاص يا الجزائريين خلاص، قال لك ما نوصلوا لهمش يعني البراتيش هربوا. دوك تشوفوا كيفاش هربوا. شوف راني حاطه هذا الفيديو ونقسم لك بالله العلي العظيم انا قلبي تزعزع. عمر 40 عام هي مسكينه، شو الحاله كي دايره؟ الحاله كتبين لكم شفتوا الجزائري يا خاوتي حط لهم الفيديو هذا وقال لهم اقسم بالله غير قلبي تزعزع، يعني الجزائري يعني وحن على وش راهو صاري في هذا مساكن هذا. وهاكم تشوفوا لا شو ما عندهمش، واش باقي شي واحد كيعيش في الطاق؟ باقي شي واحد كينعس كيتغطى بالكواش هادو؟ باقي شي واحد كيتموت في الخيش؟ يعني الخيشات ديالها كتبكي مالكي؟ لا كتبكي اشنو بغيتي؟ يا خاوتي خاصها تاكل برك، خاصها تاكل هذه العجوز، ومن بعد يخرجوا الدكاتره تاع الخرطي هذوك ويقول لك احنا يا خير من الجزائر وكذا وكذا، باش يعسوا واش راهو صاري في بلادهم يعني. ملالا ما يعسوش، وانما يعسوا الجزائر. ودوك تسمعوا مليح واش كان يقول. اشنو بغيتي؟ اشنو بغيتي؟ مع السودان حط رجليه تما. اشنو قال العمامرة؟ حط رجليه قال لهم هضر مع شي وحدين ديك الهضره ديال لي كولوار، قال لهم بان الحل في السودان هو نقسموا السودان الشمال ديال الشمال والجنوب. يا خاوتي يعني ياكم تشوفوا عوض ما انه يعس واش راهو صاري في بلادو، راهو يعس في العمامره واش دار واش ما دارش، وفوق هذا الشيء يخرط يعني بشكل علني. وتفرجوا الحقيقه، قالوا لي جمع النوضه مباشره نقسموها على جوج مباشره. هذا هو السبب. ينضم الينا من نيروبي الاستاذ خالد عمر يوسف، متحدث باسم العمليه السياسيه في السودان. استاذ خالد اهلا بك، خلينا نبدا بتعيين رمضان العمامره، الى اي حد يمكن التعويل عليه؟ انت امام دبلوماسيه عربيه تقود فريقا امميا يعني. راكم تشوفوا يا خاوتي الخارجيه السودانيه ترحب بتعيين العمامره مبعوثا امميا الى السودان، في نفس الوقت وش يقول لك هذاك اللي ما يحشمش هذاك الكذاب الخرطي هذاك، يقول لك باللي السودان راهي حاوزة العمامرة. هذا هو الخبر المنتشر عندهم، قال لك العمامرة راهو حاب يقسم السودان. وش تمسخر هذا؟ بركة بلا كذب يا الفايح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام استاذ خالد، التحية لك استاذ احمد والتحية للمشاهدي الحدث الكرام. بكل تأكيد السيد رمضان العمامرة هو واحد من الدبلوماسيين المخضرمين و تعيينه كمبعوث للأمين العام بكل تأكيد يعني سيساعد في مزيد من التواصل من جانب الأمم المتحدة في الملفات. كتعرف أخي المعلومات شنو هي ولا لا السي نبيل؟ أيا تراه قلنا أخذ المعلومات؟ لا سي عبد الرحيم، الميزانية هذوم لا يعرفها أحد، وزير ما عارفش الميزانية ما كيعرفهاش واحد.
الموظفين ما عرفتش الطريقة كيخلص الموظفين كيخلصوا بديك القضية ديال عطيه فلوس بحال هكا عيط عليه وهاك فلوس. انت تحكي على الميزانية، نحكيو على الميزانية الان، شحال الميزانية تاع المغرب؟ رغم انه الجزائر والمغرب عندهم نفس العدد، يعني تقريبا نفس العدد تاع السكان. الميزانية تاع المغرب يا خوتي راهي واقيلا 60 مليار دولار. نعم راهي 60 مليار دولار. الميزانية تاع الجزائر شحال؟ راهي قريب تلحق 120 دولار، يعني راهي كيما نقولوا الضعف تاع الميزانية تاعكم. انت راك تحل في فمك على الميزانية. ما عنده والو، ما كاين لا ابناك لا نظام بكري. علاش ما باغينش الجزائريين يعرفوا شنو هي الميزانية ديال البلاد؟ هذه اللي خطيرة. الميزانية ما يعرفها حتى واحد. عباك بلي الميزانية تاع الجزائر سنة 2024 2024 راهي قريبة الدوبلة تاعكم. الميزانية تاعكم سنة 2024 وصلت 64 مليار دولار، الجزائر في 113 مليار دولار، قريب الدوبل. شفتوا يا خوتي قريب الدوبل تاعهم، يعني يا سبحان الله ماناش نهضروا باش نهضروا بالدليل، لكن هو لا قال لك الميزانيه تاع الجزائريين ما على بالهمش بها. شوفوا وش يعس، يعني يعس صباط تبون وش لابس صباط شنقريحه يا اخي حاله. ولا خدام يخلصوا اشتات يا الدكاتره يا غار جبيلات مساخيط الوالدين، غار جبيلات فراسك هاد القضيه ديال غار جبيلات الحديد اللي فيه ما صالح لوالو باش يوصل. ما تمسخرش مش نستناو الدكتور تاع الخرطي هذا يقول لنا على غار جبيلات باللي ما فيه والو يا خاوتي، ياكم تشوفوا يعني وين وصلوا. ولا انت يا دكتور في المناجم والحديد وما على بالناش، قول صوب هضر. هذا هو السؤال، ما صالح لوالو بقاو هذاك باش يمكن لهم يستغلوه، خاصهم الماء ديال الجزائر كامله والغاز ديال الجزائر كامله. هكا يديروا لي تما. كان معنا ذاك النهار الدكتور جوارا وعطى شي تفاصيل على شحال ديال الميزانيه اللي كان يا جد كيسميو رواحهم دكاتره يطلعوا المورال لرواحهم. راكم تشوفوا قال لك حكينا مع الدكتور ما على باليش شكون جرانا وقيله. والله سمعت جرانا يا خاوتي يا بنات المبر مصالح الوالو. سبحان مغير الاحوال، غير البارح كيما درت وكاع كنت تقول الجزائر ما لا تقدر ما نجمش تخرج كيلو تاع الحديد من غار جبيلات. مي بروفات لكم راجلي بلي ودي نتوما ما كان والو ما نديرش عليكم اصلا. اي ولا تاع غار جبيلات دروك هذاك الحديد ما يصلحش. عجبني لافو قال لك دكتور جباره. والله غير عنده الحق، صدقوني يا خوتي غير عنده الحق. السيد قال لكم باللي يا البراتيش نتوما من قبل كنتوا تقولوا باللي يا والله العلي العظيم ما راح تجبدوا كيلو تاع حديد، والان كي جبدنا ولينا راح نديروا يعني مجمع كبير خلاص تاع حديد وكذا، وليت تقول لك الجزائر ما تقدرش والحديد ماشي صالح قال لك الحديد ماشي صالح يا خوتي، جامي صرات هذه. اخبأ انسان عرفته على وجه الكره الارضيه من بعدكم انتوما هو هذا جباره حمار ديلك، ما يعرف قراءه عربيه، ما يعرف قراءه فرنسي، ما يعرف حساب، ما يعرف يدير والو. شد له زوج عليه لايف تاع عرفت بلي الانسان هذا مسكين كائن عايش وصاير. انا والله ما يهمني لكي انا طونك ان ارجيري، والله ما يهمني هذا الشيء اللي كنتهضروا فيه كاع. انا الشيء اللي راه هامني العياش عليكم دايرين لهم هكا مساكين، علاه وراني جايكم علاه العياش راكم دايرين لهم كيما، وعلاش راكم دايرين لهم بالجزائر باللي ما فيها والو ما كان والو، عايشين في الغيران وعايشين في الخيام وعايشين منا وعايشين. راني جايكم غير بشويه ارجو ما جايكم ارجو كذا بس. يا والله ما راح تلحقوا الجزائر اليوم وغدوه وغير غدوه ولي بعد غدوه، يا وتبقاو حياتكم كامل ما راحش تلحقونا. واذا انت تحكي قال لك فايتين الجزائر بقرن، انا نقول لك حنا اللي فايتينكم ب 10000 قرن، وهذا هو السبيطار فرح دكاتره العياجه. يعني يا خوتي هذه السلسله راح ندير فيها فيديوهات بزاف، كل ما يخرطوا ندير تصاورهم كيما هكذا، تصاورهم لتبين الحقيقه تاعهم ونعطيهم الحس. هذه هي الدعم تاعكم برك، الدعم تاعكم وراني عقابهم. يا والله ماني طالق واحد، خليو كامل اللايكات تاعكم برك الجزائريين، وخليو ثاني تعليقاتكم وافتخاركم بالجزائريه تاعكم، واي واحد وطني يحكي ويدافع البلاد ادعموه يا خوتي. السلام عليكم.